فيلزمنا أن نولي القصص القرآني اهتماما كبيرا. ووالله ثم والله لو فتحت جامعة للقصص القرآني واستنباط ما فيه من أحكام ما كان ذلك كثيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله سبحانه. الله قال في كتابه الكريم في بيان فوائد القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقلب يطمئن بالقصص القرآني. وقال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بشيء من قصة موسى مع الخضر حتى بلغ قول موسى عليه السلام للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فالقصص القرآنية لها تأثير في القلوب، ولا تأثير في العقول، ولا تأثير في المسيرة وسلامة المعتقد وطمأنينة القلب، كما لا يخفى عليكم. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهكذا يؤمر الرسول بالتذكير بقصص الأنبياء نبيا بعد نبي. وبالله التوفيق.